مهارة فنية جمعت بين الطبع الأندلسي والمألوفة، أبدعت في أدائه الفرق الموسيقية لجمعية الأمل ورصد مايا خلال افتتاح فعاليات أيام الأندلسيات. جيت مع الزوج تاعي، مع أختي، مع زوج بناتي، جينا نحضروا لهذا الحفل هذا باش يعرفوا، سختو جبت بناتي باش يعرفوا التراث تاعنا، التراث الأندلسي. ومليح يعاود نولوا لتراثنا، نعاودوا نولوا للماضي، للحفلات كيما هادو عائلية. نحب أنا هذو الصوالح تاع أندلس وكاع، جات السهرة ممتعة ويعطيهم الصحة. التراث الموسيقي الأندلسي بين الأمس واليوم هو شعار هذه الطبعة، والذي يحمل في طياته برنامجا متنوعا وثريا. راح نديروا إن شاء الله عن مزاج بين المالوف والأندلسي. موا ما نقدرش نلعب لو بوبليك اون نوبا كومبليت، دونك نديرو بشي ميزاج اندالو، سي جو ريبيرتوار الجيري هذا. لا هذه بالنسبه لنا هي اول مشاركه في فعاليات اندلسيه القليعه، يعني هو شرف لنا. يعني جمعيه الدار الغرناطيه وجهت لنا دعوه وتقبلنا، يعني تقبلنا باش نشاركوا في هذا في هذه الطبعة. هي فرصة باش تكون التبادل بين الجمعيات، بين الفرق، بين إخواننا التوانسة والليبيين، هذا يدخل في البرنامج تاعنا. إحياء التراث الجزائري من خلال أداء مختلف الطبوع الوطنية هو هدف هذه السهرة الفنية للحفاظ على هذا الموروث الثقافي الجزائري.